لو كان المقياس هو الموهبة والقيمة، عدد كبير من الممثلين لا يستحقون ربع أجورهم أو اللي بيقبضوه، نعم أم لا؟ أغلب الممثلين حالياً وحتى عند الممثلين الناشئين عندهم أجور عالية جداً، وده بيبقى مشكلة للأعمال برضو، لأن بياخدوا نسبة كبيرة من. بس بيستحقوها ولا لا؟ أنت لا برأيك؟ ما بيستحقوهاش. لأن فعلاً وفي ممثلين يستحقوا بس ما بياخدوش. أنا مثلاً ما باخدش، مش مهتم بالأجور، وأجري بعيد جدا عن الناس اللي بتكسب ملايين. انت بعدك بتقبض على الجنيه من قبل مش الجنيه. لا يعني انت فاكر اكبر عقد مادي وقعته كان بكام؟ مش عاوز اقوله. يا الله، ما بدنا نقول. طب ده كان زمان مش هلا. يعني ما كانش كبير جدا، يعني واصل قد ايه؟ بدي اقارن شوي بين جيل اليوم وجيل امبارح. أكبر عمل سينمائي كان 50,000 جنيه. ده الكبير؟ أكبر واحد؟ وفي التلفزيون أكبر أجر في الحلقة 10,000 جنيه. يعني شوفي، لما أشترك في حلقة 30 حلقة، هشترك قولي في 25 منها، يبقى أجري كان 250,000 جنيه. ما بالك فنانين اليوم دي ولا حاجة يعني بالنسبة لي. طبعا. بس مش مهم، المهم إني أنا بخدم الفن، وده حاجة أساسية. في برضو أنا مش وحيد، في ناس كتير، في فنانين كتار برضو في نفس الحالة اللي أنا فيها. وكان في ممثلة عملاقة طبعا عمرها ما كسبت قد ممثلة جديدة يمكن قديمة. أمينة رزق مثلا كانت ممثلة عبقرية، لكن عمرها ما وصلت إلى اللي بيتقبض اليوم يعني وبيندفع اليوم، ولا حتى اللي كان بيتقبض بوقتها. طب بالسنوات الأخيرة قبل ما نشوفك بعدت عن الأجواء التمثيلية، كنت تقدم أعمال ما تقبضش عليها حاجة من دون أجر؟ كان ممكن في التمثيل؟ في التمثيل؟ لا، لازم دايما يكون في أجر. ده حقي. بس يعني إذا كان بالأرقام القليلة دي يعني كمان. معلش، لكن بعدين في دلوقتي بحكاية الضيف الشرف، فضيف الشرف طبعا ما يقدرش ياخد أجر النجوم.